وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن إطلاق مشروع ادرس في العراق. المبادرة الأكاديمية هذه تكللت بإطلاق المنظومة الإلكترونية لبرنامج المنح الدراسية للطلبة الأجانب في الجامعات العراقية. إطلاق هذه المنظومة الإلكترونية للتقديم، وبذلك سيبدأ يعني الشروع بتسجيل هؤلاء الطلبة الراغبين واستعداد لفتح آفاق جديدة للتعليم العالي في العراق، وابتداء من العام الدراسي 23-24. بادرت الجامعة بإطلاق منح دراسية مجانية وأخرى بمبالغ بتخفيضات تزيد عن 500 مقعد دراسي في جامعة بغداد على مستوى الماجستير والدكتوراه. وقد أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعات العراقية قد أحرزت تقدما واضحا على المستوى المؤسساتي والتعليمي في وقت كشفت فيه منظمة اليونسكو عن بدئها برامج صناعة السلام عبر التعاون الأكاديمي، وبدءا من المحافظات العراقية المتضررة مثل مدينة الموصل. نحن واثقون بأن برنامج المنح الدراسية ادرس في العراق الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعاتها سيوفر المزيد من فرص الشراكات الأكاديمية والبحثية والتدريبية والعملية بين الجامعات العراقية ونظيراتها في كل العالم. اليونسكو العراق مع الحكومة العراقية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتحدث عن أولا الاتفاقية الدولية الخاصة بالاعتمادية للدرجات العلمية الأكاديمية والتي أصبحت العراق جزء منها بما يخص توقيع هذه الاتفاقية مع اليونسكو، أيضا مشاريع خاصة بإعادة بناء السلام من خلال الحد من التطرف العنيف. التعليم العالي وضمن مساعيها لتطوير الأكاديمية العراقية تضع مشروع ادرس في العراق ضمن المبادرات الأولى من نوعها في البلاد، لا سيما بعد ارتفاع مؤشر جامعات عراقية في جانب مهم من المستوعبات العالمية. من بغداد صابرين كاظم، العراقية الإخبارية.